السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة البيئية. الآن في هذا الفيديو راح نكمل ما تبقى من بارت 5، حيث سابقا حكينا عن الووتر بوليوتنتس، ملوثات المياه، ومن أهم هذه الملوثات هي الأكسجين ديماندنج ماتيريال، المواد المستهلكة للأكسجين، واللي راح نركز في هذا البارت عليها بشكل كبير. فنبلش الأكسجين ديماندنج ماتيريال. سابقا حكينا أن الأكسجين ديماندنج ماتيريال تقسم إلى قسمين، وهن الأورجانيك ماتر والإن أورجانيك ماتر، حيث حكينا بالنسبة للأورجانيك ماتر يتم استهلاك الأكسجين نتيجة وجود عندي بكتيريا، وهاي البكتيريا بتستهلك الأورجانيك ماتر، والبكتيريا هاي بتحتاج لأكسجين عشان تعيش، تمام؟ بينما الان اورجانيك ماتر هي عباره عن كيميكلز، مواد كيميائيه تستهلك الاكسجين عن طريق التفاعل مع الاكسجين، وبالتالي يتم استهلاك الاكسجين. ففعليا احنا هون بدنا ندرس كميه الاكسجين المستهلكه عن طريق الاورجانيك او الان اورجانيك ماتر، وهذا هو تعريف الاكسجين ديماند. فالاكسجين ديماند هو عباره عن مقياس لكميه الاكسجين المستهلكه عن طريق الاورجانيك او الان اورجانيك ماتر. طيب انا في عندي طرق لقياس كميه الاكسجين المستهلكه، هاي الطرق هي ثلاث طرق، ومنها طريقة احنا تحدثنا عنها سابقا. هذه الطريقة الأولى اللي هي عبارة عن الثيوريتيكال أكسجين ديماند، واللي هي نفس مبدأ بارت 3 في البداية يوم كنا نتحدث عن الكونسنتريشن وكيف ننسب مثلا المادة الفلانية للمادة الفلانية عشان نطلع مثلا كمية المادة اللازمة مثلا للتفاعل المعين، تمام؟ فاحنا بكل بساطة يعني انه مثلا احنا هنا في التفاعلات عندنا راح تكون تفاعلات مع الأكسجين، يعني تفاعلات أكسدة، فبالتالي أنا بدي أسألك عن كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة مادة معينة، تمام؟ وهذا الاشي بقدر اجيبه ثيوريتيكلي عن طريق مبادئ الستويكيومتريك اللي تحدثنا عنها في بارت 3، وهي مبادئ بسيطة وسهلة، ولكن هذه الطريقة هي مجرد طريقة نظرية وما بتحدد مين المستهلك الأساسي للأكسجين، سواء كان الأورجانيك ماتر ولا الإن أورجانيك ماتر، ولكن خلينا نجي ناخذ مثال سريع عليها عشان ننطلق إلى الطريقة الثانية، تمام؟ طيب فبالإكزامبل هنا بيحكي لك كالكوليت تي اتش او دي، يعني الثيوريتيكال أكسجين ديماند، أيوه، فور 1 جرام بير ليتر من الجلوكوز، وهذا المثال يمكن اخذناه سابقا. ففعليا انا في عندي جلوكوز C6H12O6 زائد الـ O2، تمام؟ هذا اكيد راح يعطيك CO2 زائد H2O، حكينا اي تفاعل اكسده بنتج عنه ثاني اكسيد الكربون والـ H2O. وازن هذه المعادله، في عندي 6 ذرات كربون، معناته هنا بحط 6 ذرات كربون، عندي 12 ذره هيدروجين، هنا بحط 6، وبالنسبه للاكسجين عندي بصفي هنا عندي 6 ذرات اكسجين، لانه هنا عندي طبعا 12 ذره، هنا عندي 6 ذرات، هاي 6 وهي 12، تمام؟ تمام التمام، وزننا هذه المعادلة أيضا سابقا. طيب الآن هو معطيني تركيز مين؟ تركيز الجلوكوز، معناته بقدر أنسب الأكسجين إلى الجلوكوز، فبحكي له 6 مول من الـ O2 على 1 مول من الـ C6H12O6، تمام؟ طيب هو معطيني جرامات، فبالتالي لازم أحول مولات إلى جرامات، فباجي بحكي له بكل بساطة أنا عندي الواحد مول، المول من الـ C6H12O6 بعطيني كم جرام؟ بعطيني مولكيولار ويت. المولكيولار ويت هي عباره عن 6 في 12، لانه المولكيولار ويت لذره الكربون هي 12 زائد 12 في 1، لذره الهيدروجين مولكيولار ويت 1، اما بالنسبه للاكسجين فهي 16، فباجي بحكي له 6 في 16 هذا كلياته بالجرامات لمين؟ للسي 6 اتش 12 او 6. بينما بالنسبه للاكسجين خلينا نحولها ايضا لجرامات، فباجي بحكي لك هنا انا في عندي مول الاكسجين بحطه في المقام، وهذا يقابله 2 في 16 جرام من الاكسجين، تمام؟ وهيك بكون اتخلص من هاي ومن هاي ومن هاي ومن هاي، وبقدر الان اطلع بكل بساطه احكي، يعني راح يطلع عندي الناتج هون، خلينا نيجي نكتب هون، راح يطلع عندي من فوق هاي، راح اجي احكي 6 في 2 في 16، 6 في 2 في 16 جرام من الاو 2 على المولكيولار ويت لـ C6H12O6 واللي هي 6 في 12 زائد 12 في 1 زائد بكل بساطة 6 في 16، تمام؟ جرام من الـ C6H12O6، وهو أعطاني تركيزه بالجرامات، فباجي بضربها هاي في 1 جرام من الجلوكوز اللي هو هذا، بحطها هون على لتر، تمام؟ فهاي طبعا راح تروح مع الجرامات هذول، فراح يصفي انه عدد الجرامات من الاكسجين اللي انا بحتاجها هو فقط حساب هاي، تمام؟ فخلينا نيجي نحسبها بكل بساطة، راح تطلع 6 في 2 في 12 في 16 على 6 في 12 زائد 12 زائد 6 في 16 عشان يطلع معي الجواب بالاخير 1.067 جرام
من الـ O2 لكل لتر، تمام؟ فإذا أنا بحتاج 1.067 جرام من الـ O2، تمام؟ لكل لتر من هذا المحلول، تمام؟ فإذا فعلياً أنا الواحد جرام من الواحد جرام بير لتر من الجلوكوز بحتاج 1.067 جرام من الـ O2، وهيك أنا بقدر أكون قدرت إني أطلع الثيوريتيكال أكسجين ديماند عشان أكسد الجلوكوز اللي هو C6H12O6، تمام؟ فإذا أنا عشان أكسد الجلوكوز بتأكسد كامل completely oxidized، أيوة أنا بحتاج 1.067 جرام أيوة من الـ O2، تمام؟ تمام. طب نيجي الآن ننطلق إلى الخطوتين أو الطريقتين الثانيات، وهذول طريقتين جداد علينا. أول واحدة هي البي أو دي، والمقصود بالبي أو دي هو عبارة عن البيولوجيكال أوكسجين ديماند، يعني هو عبارة عن استهلاك الأكسجين بيولوجيا أو حيويا. الاستهلاك الحيوي بيكون عن طريق كائنات حية دقيقة واللي هي البكتيريا أو المايكرو أورجانيزم، تمام؟ فنيجي نبلش بالبي أو دي. طيب فالبي او دي بكل بساطة هو عبارة عن كمية الأكسجين المستهلكة net by bacteria، تمام؟ while stabilizing decomposable organic matter under aerobic conditions. أيوة، وهاي البكتيريا فعليا عندك راح تستهلك الأكسجين تحت aerobic condition. ليش aerobic condition؟ لأنه aerobic condition فعليا يعني وجود الأكسجين، لذلك أنا بحتاج وجود aerobic condition. لو أنه anaerobic condition كما في عندي أكسجين، فالبكتيريا ما راح تستهلك أكسجين أصلا، تمام؟ أما بالنسبة للaerobic condition يعني تواجد الأكسجين، تواجد الأكسجين فبالتالي البكتيريا راح تستهلكه لأنها بدها تعمل decomposes أو تحليل للمادة العضوية عندي، تمام؟ فإذا البكتيريا سوف تقوم بتحليل المادة العضوية وهذا يؤدي إلى استهلاك الأكسجين حتى تبقى البكتيريا على قيد الحياة طبعا. فالبي أو دي بيحكي لك بكل بساطة مبدئيا هو عبارة عن تركيز الأكسجين initially في اللحظة الابتدائية ناقص تركيز الأكسجين في اللحظة النهائية. طيب نبلش مبدئيا انه بيحكي لك بالنسبة لتحلل المادة العضوية. تحلل المادة العضوية راح يكون biodegradation، تمام؟ يعني تحلل بيولوجي، فبالتالي في عندي biodegradable للorganic matter، وهذا الاشي بيقول لك is released into a water body، فبالتالي هو راح ينطلق الى المياه او داخل المياه راح يوصل، وداخل المياه راح يوصل تحلل المادة العضوية زي ما حكينا عن طريق المايكرو اورجانيزمز او البكتيريا. طيب تحلل المادة العضوية فعلا راح ينتج عنه هذا التفاعل تحت الايروبيك كونديشن. بكل بساطة راح يكون في عندي organic matter، الـ OM هي رمز للـ organic matter، زائد micro organism يعني زائد بكتيريا بتواجد الأكسجين، زائد ممكن يكون عندي مغذيات للنيوتريانت زي النيتروجين والفسفور. هذا الاشي راح يؤدي إلى إنتاج CO2 زائد H2O زائد stable compounds. stable compounds يعني مركبات مستقرة، هاي المركبات المستقرة ما راح تأثر على جودة المياه، تمام؟ ولكنها لو كانت مركبات غير مستقرة ممكن تكون مركبات على فكرة، تمام؟ هاي المركبات المستقرة زي الـ NO3 النترات، الـ PO4 الفوسفيت، وأيضا الـ SO4 اللي هن أكاسيد الكبريتات، تمام؟ فإذا أنا في عندي مجموعات النترات، مجموعات الكبريتات، مجموعات الفسفورات، أيوة كل هاي المجموعات هي عبارة عن stable compounds تنتج نتيجة الـ aerobic condition لتحلل المادة العضوية بتواجد البكتيريا، تمام؟ ولكن لو كان الأكسجين مش موجود، لو كان الأكسجين مش موجود فعليا راح تتحلل البكتيريا، راح تكون البكتيريا بتحليل المادة العضوية، ولكن المشكلة إنها راح تنتج لي إيش؟ unstable products، وهذا الإشي طبعا راح نسميه anaerobic condition، تمام؟ فإذا أنا فعليا حاليا في عندي الـ aerobic condition والـ anaerobic condition. بالنسبة للـ aerobic condition هو عبارة عن تحلل تحلل المادة العضوية بتواجد البكتيريا نتيجة تواجد الأكسجين، فإذا تواجد الأكسجين عندي بسميه aerobic، والـ aerobic منتج لي stable compounds أيوة مركبات مستقرة، بينما الـ anaerobic condition يعني غياب الأكسجين، ما في عندي أكسجين في الماء، فبالتالي راح يكون عندي micro organisms تقوم بتحليل البكتيريا وراح تنتج لك unstable products زي الـ H2S، الـ NH3، الـ CH4، الميثان، الأمونيا، الـ H2S اللي هي يعني اللي هو حمض الكبريت، تمام؟ فإذا أنا في عندي هون في هذه الحالة إنه أنا في عندي زي ما حكينا
two conditions، لا تحلل المادة العضوية، تحللها بتواجد الأكسجين بنسميه anaerobic condition، تحللها بغياب الأكسجين بنسميه anaerobic condition. طيب الـ BOD إيش رح يدرس لي؟ رح يدرس لي تواجد الأكسجين، لأنه أنا بدي أدرس استهلاك الأكسجين. ما دام بدي أدرس استهلاك الأكسجين فأكيد الأكسجين رح يكون عندي موجود، تمام؟ فبالتالي الـ BOD هو عبارة عن كمية الأكسجين المستهلكة من هذه البكتيريا التي سوف تقوم بتحليل المادة العضوية، تمام؟ فإذا بدي أعرف قديش هاي البكتيريا راح تستهلك أكسجين مع الزمن، أيوة نتيجة تحليل المادة العضوية. طيب فالبي أو دي بقول لك راح نعمله على شكل تيست، تمام؟ البي أو دي راح نقوم فيه على شكل اختبار، وفعليا أنت راح تأخذه في لاب المادة، تمام؟ راح يكون آخر تجربة عندك، ولكن المهم الآن البي أو دي راح يكون على شكل تيست، على شكل اختبار. هذا الاختبار البي أو دي بيحكي لك بطبيعة هذا الاختبار، أو عشان البكتيريا تشوف استهلاكها للأكسجين، هي يعني بتأخذ فترة طويلة. يعني البكتيريا راح تستهلك الأكسجين مش بساعة أو بساعتين، لا، البي أو دي راح يكون يستمر حتى 21 أو 35 يوم، تمام؟ فهذا الاختبار مدته طويلة. لذلك في هذا الاختبار حكوا لك إحنا راح يقتصر على أول 5 أيام، فإحنا رح نعمل BOD 5 test بيسموه، تمام؟ فإذا أنا في عندي BOD 5 أو BOD 5 test. BOD 5 test هو عبارة عن قياس dissolved oxygen initially، يعني dissolved oxygen initially إني أقيس أنا dissolved oxygen initially لعينة المي الآن اليوم، وبعد 5 أيام أرد أقيس لها dissolved oxygen، كمية الأكسجين الذائبة أيوة فيها، وأطرحهم من بعض، وأنا هنا رح أحصل على استهلاك الأكسجين من البكتيريا، تمام؟ فبكل بساطة هذا الاختبار، خلينا نفهمه ونشرحه بشكل كويس. هذا الاختبار إنه أنت بتجيب عندك بوتل، تمام؟ في عندك رح يكون بوتل اللي هي زجاجة. هذه الزجاجة أنت بتجيب فيها عينة المي اللي بدك تفحصها، بتحط فيها عينة المي، غالبا هاي الزجاجة بكون حجمها 300 مل، تمام؟ هذا الستاندرد تاعها، ممكن تتغير طبعا بالسؤال عادي، تمام؟ فإذا أنا في عندي 300 مل من هذه الزجاجة. هذه الزجاجة طبعا أنت بتيجي بتقيس لها اليوم، مثلا إحنا بنعمل الفحص اليوم، فبالتالي أنت بتيجي بتجيب يعني مقياس، أو في عندك جهاز أيوة زي يعني الجهاز زي ميزان الحرارة مثلا، يعني شبيه به. المهم أنت بتيجي بتحطه بالعينة، والله بيجي بطلع لك dissolved oxygen حاليا initially، يعني بيسموه dissolved oxygen initially أو dissolved oxygen I بحطه جنبه، تمام؟ طيب الآن بعد 5 أيام after 5 days، أيوة after 5 days جيب لي هاي البوتل، تمام؟ ورد قيس لها dissolved oxygen، أيوة بيسموه dissolved oxygen final أو dissolved oxygen DO5، يعني dissolved oxygen after 5 days. لأجل هيك هم سموه BOD 5 test، لأنه مدته 5 أيام هذا الفحص، تمام؟ طيب الآن ال BOD عندك شو رح يساوي؟ رح يساوي dissolved oxygen initially ناقص الفاينل، تمام؟ طب ليش الانيشال ناقص الفاينل؟ ما هو منطقيا الاكسجين راح تقل قيمته مع الزمن، مش راح تزيد. فانت طبعا بقيمه البي او دي بهم مكانها تكون قيمه موجبه، يعني احنا ما راح ننظر للاشارات هون. فبالتالي انا بقول القيمه الابتدائيه ناقص القيمه النهائيه، لان القيمه الابتدائيه لا تركيز الاكسجين المتواجد في الماء هي اعلى من القيمه النهائيه لتركيز الاكسجين المتواجد في الماء، تمام؟ الان هيك انت بتكون خلصت الاختبار، ولكن هذا الاختبار في عليه شويه شروط جانبيه لازم تفهمها. ايوه، اول شيء البوتل هاي لازم تكون دارك بوتل، اذا لازم تكون دارك بوتل. دارك بوتل يعني غير منفذه للضوء، يعني الضوء ما بمر منها بشكل كبير. طب ليش دارك بوتل؟ يعني ليش احنا بدنا اياها دارك بوتل؟ بحكي لك بكل بساطه السبب انه هاي البوتل، ايوه هي دارك بوتل، انه انا ما بدي تنمو الطحالب، ما بدي الضوء يدخل لهاي البوتل، وبالتالي راح يصير عندي نمو للالجاي اللي هي الطحالب، ونتيجه نمو الطحالب راح يصير عندي تغيرات على تراكيز الاكسجين الموجوده في المي، حيث انه الطحالب ممكن تقوم بعمليه الفوتوسينثيسيس، ايوه اللي هي عمليه البناء الضوئي في النهار، وممكن تكون بعمليه الريسبيريشن التنفس في الليل. فبالتالي انت راح تقوم بتغيير تراكيز الاكسجين، وانت ما بدك تتغير تراكيز الاكسجين، انا بدي اعرف قديش البكتيريا عندي بتستهلك اكسجين، ما بدي يجي شخص ثاني مثلا، او يعني حدا ثاني ايوه يصير يلعب لي بتراكيز الاكسجين. فبالتالي بكل بساطه ليش هي دارك بوتل؟ ايوه حتى لا تنمو البكتيريا، حتى لا تنمو الطحالب عفوا، فبالتالي حتى لا تنمو الطحالب. ونمو الطحالب ايوه، وهذا النمو ايوه سوف يؤدي الى ايش؟ الى تغيرات
إلى إحداث تغيرات في قيم الأكسجين أو في قيم تراكيز الأكسجين، تمام؟ أيوة، ففي قيم تراكيز الأكسجين راح تتغير نتيجة إنه الطحالب ممكن تقوم بعملية البناء الضوئي فتزيد تراكيز الأكسجين، وممكن تقوم في الليل في عمليات التنفس وبالتالي راح تقلل تراكيز الأكسجين، فهي راح تلعب لي بتراكيز الأكسجين وبالتالي راح تأثر على قراءة الديسولفد أكسجين فاينلي، وبالتالي راح يصير عندي تيست انفاليد تيست، تمام؟ فبالتالي لأجل هيك إحنا بنعمل هاي البوتل إنها تكون دارك، فأنت يعني راح تشوف هذا الاختبار أو هذا التيست أيوة في المختبر عندك وراح تشوف ان هالبوتل بيجي لونها غامق، تمام؟ يعني ما بتجيش شفافه اصلا، تمام؟ يعني انت ممكن تكون فيها شفافيه خفيفه ولكن غالبا بتكون مظلله، تمام؟ طيب، فبالتالي هذه هي البوتل اول مواصفه لها. الشغله الثانيه، احنا عشان نضمن ايضا انه الضوء ما يمر لهاي البوتل بنحط هاي البوتل في حافظه، وهاي الحافظه بتكون معتمه ما فيها اي منفذ للضوء، تمام؟ ايوه، فانت بتحطها في حافظه لمده 5 ايام، وبعد مرور 5 ايام بتطلعها تاخذ القراءه الديسولفد اوكسجين فاينلي وبتطلع هيك البي او دي. طيب الشغله الثانيه المهمه انه احنا بدنا انه يعني يطلع عندنا ديسولفد اوكسجين فاينلي، يعني لازم الديسولفد اوكسجين فاينلي يكون ما بيساوي صفر، هاي لازم لازم لازم، لانه اذا ساوي صفر فعليا انت ما بتعرف متى خلص الاكسجين، هل هو خلص باليوم الثالث ولا باليوم الثاني ولا باليوم الرابع؟ ايوه، انت ما بتعرف، انت عندك الفحص بدك تحط هاي البوتل لمده 5 ايام في الحافظه عندك. طيب انت لاجل هيك لازم باليوم الخامس يوم تيجي تقيس قراءه الديسولفد اكسجين لازم يعطيك قيمه ما بتساوي صفر، لان اذا ساوت صفر راح يصير هذا التيست ايش؟ اف الديسولفد اكسجين فاينلي ايوه ايكوال زيرو، التيست بصير انفاليد تيست، تمام؟ والسبب بكل بساطة انه هنا بكون انا ما بعرف ايوه متى تم استهلاك الاكسجين، يعني متى خلص الاكسجين من المي انا ما بكون عارفه، فما بقدر احسب البي او دي لهاي البكتيريا. لذلك حكالك بكل بساطة احنا ما رح نجيب عينة المي اللي جوا البوتل كلها ويست ووتر، لا احنا رح نخففها، تمام؟ فرح نجيب شوية ويست ووتر، فرح نجيب ويست ووتر عندي، فرح يكون في عندي ويست ووتر بالإضافة إلى ديليوشن ووتر، تمام؟ ديليوشن ووتر، الديليوشن ووتر يعني مياه تخفيف. فمثلا على سبيل المثال البوتل عندي هي 300 مل، صح؟ طيب أنا باجي بحط 10 مل من الويست ووتر وباجي بحط فوقيهم 290 مل من الديليوتد ووتر، تمام؟ طبعا ال 10 مل من الويست ووتر هذول ملانات اورجانيك متر، ملانات بكتيريا، فهذول بيستهلك الاكسجين بشكل كبير، تمام؟ ايوه، وبحط عليهم طبعا ديليوشن ووتر مثلا 290 مل، ممكن طبعا تتغير النسب عادي، تمام؟ فالمهم انه انت عندك صار انه في عندي ميكس، فهنا صار جوا البوتل في عندي ميكس بين الديليوشن ووتر والويست ووتر، وهذا عشان ما يتم استهلاك الاكسجين او الديسولفد اكسجين قبل ما يمر 5 ايام، انا بدي بعد 5 ايام اشوف في عندي قراءه عشان هذا التست يصير فاليد، تمام؟ طيب السؤال الثاني، انا ليش يعني هاي الديليوشن ووتر، الديليوشن ووتر شو مواصفاتها؟ هل لازم تكون بيور ووتر؟ يعني هل هاي لازم تكون بيور ووتر؟ الجواب بكل بساطة لا، أنا ما بدي إياها بيور ووتر، ما بدي إياها بيور، إذن هي راح تكون not pure water، تمام؟ not pure water. طب ليش أنا ما بدي إياها بيور ووتر؟ بكل بساطة عشان يكون فيها شوية بكتيريا، هاي شوية بكتيريا تساعد في عملية تحليل المادة العضوية، أيوة، وبالتالي ما يتم الاستهلاك الأكسجين أيوة بشكل كبير بحيث dissolved oxygen finally يساوي صفر، تمام؟ فإذا يعني أنا بدي إياها من تكون not pure water، يعني مية حنفية أيوة بتكون not pure water، فبالتالي وبتكون تحتوي على شوية بكتيريا، فإذا حتى تحتوي على بعض البكتيريا، تمام؟ واللي راح تساعد في عملية تحليل المادة العضوية، ماشي لحد الآن الأمور تمام. طيب في سؤال مهم لازم نطرحه، إيش معنى يعني أنت بدك بعد 5 أيام؟ ليش ما هو بعد 6 أيام؟ طيب ليش ما عملوا الفحص بعد يومين؟ ليش ما عملوا الفحص بعد 3 أيام؟ منيجي بنحكي لك في عندك سببين مهمات بسببهم عملوا الفحص لمدة 5 أيام، تمام؟ طيب فالبي أو دي ليش إحنا عملناه لمدة 5 أيام؟ يعني ليش أو لماذا
أيوة، مدة الفحص يعني تحديدا 5 أيام. أيوة، السببين بكل بساطة، أول سبب بحكي لك إنه معظم المادة العضوية يتم تحليلها بعد 5 أيام، يعني أنا معظم المادة العضوية خلاص بتم استهلاكها بعد 5 أيام، فأنا بكون قريب من إني أكمل التست، تمام؟ فمعظم المادة العضوية يتم تحليلها بعد 5 أيام، تمام؟ إذا بعد 5 أيام معظم المادة العضوية بيتم تحليلها. طبعا هاي الأشياء مكتوبة عندك في الدوسية، تمام؟ النقطة الثانية، أيوة، إنه بعد ال5 أيام، عندي بعد شوي من ال5 أيام، يعني باليوم السادس باليوم السابع ببلش يظهر عندي بكتيريا جديدة. إذا يعني في اليوم السادس أو في اليوم السابع أو الثامن مثلا من الفحص، أيوة، تبدأ بكتيريا جديدة بالظهور، تمام؟ فإذا في عندي أنا بكتيريا جديدة راح تظهر. طيب هاي البكتيريا الجديدة اللي راح تظهر راح تؤدي إلى استهلاك الأكسجين، يعني راح يصير عندي استهلاك إضافي للأكسجين، وأنا زي ما حكيت لك قبل ما بدي يجي واحد ثاني يستهلك الأكسجين مع البكتيريا اللي بتتحلل المادة العضوية، أنا بس بدي أدرس هاي البكتيريا، وهاي البكتيريا تحديدا بسموها كاربونيكيوس، أيوة، يعني بكتيريا كربونية، تمام؟ لأن المادة العضوية غالبها كربون، تمام؟ فأنا ما بدي يجي واحد ثاني يجي يستهلك معها الأكسجين أو يضيف عليها أكسجين، ما بدي أغير تراكز الأكسجين، أنا بدي أعرف استهلاك الأكسجين بس من هاي البكتيريا اللي هي البكتيريا اللي بتحلل الأورجانيك ماتر بس، تمام؟ فإذا أنت إجاك والله واحد ثاني استهلك معك الأكسجين راح يخرب لك التست فعليا. فبالتالي أنا راح يظهر عندي باليوم السابع أو الثامن راح يظهر نوع جديد من البكتيريا، وهذا النوع بسموه نايتريفاينج بكتيريا، تمام؟ هاي البكتيريا النايتريفاينج شو بتعمل؟ هاي بتقوم بعملية النايتريفيكيشن. عملية النايتريفيكيشن يعني عملية تحليل النيتروجين أو أكسدة النيتروجين، تمام؟ فهاي البكتيريا بتستهلك الأكسجين عن طريق إنها تعمل يعني تحليل للنيتروجين أو أكسدة النيتروجين، يعني بتيجي بتتفاعل مع بتيجي بتحلل مثلا الـ NH3، أيوة، أو أي يعني نيتروجين عندك موجود بتبلش تحلل فيه، وبالتالي راح تبلش في عملية استهلاك الأكسجين، فراح يصير عندك استهلاك إضافي للأكسجين أنت ما بدك إياه، تمام؟ عشان تقيس الـ BOD بس لمين؟ للأورجانيك ماتر أو البكتيريا اللي بتحلل الأورجانيك ماتر. طيب السؤال، لو أنا احتجت مثلا أقيس الـ BOD بعد 8 أو 9 أيام، طيب ما هي هاي البكتيريا بتطلع باليوم السابع، طب كيف أتخلص منها؟ لازم أتخلص منها. أيوة، بكل بساطة بقوموا بإضافة نايتريفاينج إنهيبيتورز أو نايتريفيكيشن إنهيبيتورز اللي هنا مثبطات لهاي البكتيريا. فإذا يتم إضافة، أيوة، نايتريفاينج إن شاء الله تكون كتابتي صح، أيوة، inhibitors، تمام، اللي هن مثبطات، أيوة، nitrifying inhibitors. إذا إحنا بنقوم بإضافة النايتريفاينج inhibitors وهن عبارة عن مثبطات لعملية النايتريفيكيشن، وهيك أنت بتقدر تأخذ القراءة للبي أو دي أو لديسولفد أكسجين بعد 8 و9 و10 أيام من الفحص، أيوة، بدون ما يجي يأثر عليك النايتريفاينج بكتيريا أو عمليات النايتريفيكيشن، تمام؟ فإذا أنا بقوم بالفحص لمدة 5 أيام لسببين أساسيات. أول إشي إنه معظم المادة العضوية عندي يتم استهلاكها وتحليلها بعد 5 أيام، بالإضافة إلى إنه في عندي سبب ثاني، وهو إنه باليوم السابع بالثامن من الفحص بتبلش تظهر عندي النايتريفاينج بكتيريا، وهاي مستهلك إضافي للأكسجين أنا ما بدي إياه يكون موجود. وإذا بدي أنا أخذ قراءة لديسولفد أكسجين بعد 8 أو 9 أو 10 أيام، في هاي الحالة أنا بضيف نايتريفاينج إنهيبيتورز، تمام؟ أتمنى تكون الأمور واضحة لحد الآن. فالبي أو دي هو عبارة عن اختبار سهل وبسيط، أنا كل ما هنالك عندي بوتل، هاي البوتل بقيس لها ديسولفد أكسجين إنيشالي، طبعا هاي البوتل، أيوة، أنا بضيف عليها بتكون عبارة عن ميكس بين الويست ووتر وبين أيضا الديليوشن ووتر، أيوة، بقيس لها ديسولفد أكسجين إنيشالي at time zero، وبعد 5 أيام بقيس لها ديسولفد أكسجين وبطرح القيمتين من بعض،
ولكن في ملاحظة مهمة بالنسبة للميكس، أنا يوم أعملهم كميكس معناته أنا خففت الويست ووتر صح؟ فبالتالي رح أجي أقول لك إنه البي أو دي بيساوي الديسولفد أكسجين إنيشالي ناقص الديسولفد أكسجين فاينالي على البي، تمام؟ البي هي عبارة عن ديليوشن فاكتور، معامل التخفيف. معامل التخفيف بكل بساطة لمين هذا أنا بدي أحسبه؟ بدي أحسبه للويست ووتر، فباجي بقول لك معامل التخفيف هو عبارة عن فوليوم الويست ووتر على التوتال فوليوم، فوليوم الميكس، تمام؟ إذا فوليوم الميكس عندك مثلا هنا هو 300 مل، فوليوم الويست ووتر هو 10، ف10 على 300 بكون عندك هو معامل التخفيف البي، تمام؟ فإذا صف عندك البي أو دي after 5 days بيساوي dissolved oxygen initially ناقص dissolved oxygen بعد 5 أيام على بي معامل التخفيف. طبعا معامل التخفيف ممكن يكون واحد في حال كانت العينة كلها بس ويست ووتر، تمام؟ لأنه بكون عندك حجم الويست ووتر هو نفسه حجم الميكس، تمام؟ تمام تمام. طيب فهوك احنا بنكون يعني شملنا اغلب النقاط عن البي او دي تيست، وهذا الاشي هينا حكيناه انه البي او دي 5 هو عبارة عن dissolved oxygen ناقص dissolved oxygen finally على البي، والبي هي عبارة عن الفوليوم اوف ويست ووتر على الفوليوم للميكس. طبعا فوليوم الميكس بكل بساطة هو عبارة عن فوليوم الديليوشن ووتر زائد فوليوم الويست ووتر، هذا الاشي لازم انت تكون عارفه انه فوليوم الميكس بتساوي فوليوم الويست زائد فوليوم الديليوتد، تمام؟ طيب الآن احنا حكينا عن كل هاي الملاحظات، حكينا عن موضوع انه ليش، كمان حكينا عن نقطة مهمة انه ليش انا البوتل لازم تكون عندي دارك عشان امنع نمو الطحالب وبالتالي امنع التغيرات على تراكيز الاكسجين. خليني نجي ناخذ مثال بسيط بحكي لك 10 مل من السامبل من السيوج، 10 مل اوف سيوج ميكست وذ انف ووتر تو فيل 300 مل. اذا انا في عندي 10 مل من السيوج، يعني 10 مل من الويست ووتر، السيوج اللي هي مياه الصرف الصحي، فبكل بساطة انا بقدر اجيب البي صح؟ البي هي عبارة عن 10 مل على 300 اللي هو الحجم الكلي، تمام؟ طبعا البي ليس له وحدة، 10 على 300 اللي هي 31 يعني. طيب بقول لك bottles has an dissolved oxygen initially، فإذا أنا في عندي dissolved oxygen initially لهاي البوتل هي 9 ملغرام على لتر، تمام؟ to help assure an accurate test. فإذا طيب احنا بدنا نعمل تيست لل POD. It is بقول لك desirable، يعني مطلوب to have at least 2 ملغرام drop in DO. هاي شو معناها؟ بحكي لك انه احنا عشان نعمل هذا التيست بشكل صحيح، يعني بالسؤال بحكي لك عشان نعمل هذا التيست بشكل صحيح احنا بالبداية بدنا نعمل، يعني المطلوب عندك يكون at least 2 ملغرام drop in DO. شو يعني 2 ملغرام drop in DO؟ يعني يكون حاصل طرح DO initially ناقص الفاينالي بيساوي 2 ملغرام. يوم يحكي لك 2 ملغرام دروب او يعني عدد ملغرامات بير ليتر دروب ان دي او، هاي معناها انه ديسولفد اكسجين انيشالي ناقص ديسولفد اكسجين فاينالي يساوي الاعطاكيه، تركيز الاعطاكيه اللي هي 2 ملغرام على لتر during the 5 day. طبعا هذا الحكي كلياته خلال 5 ايام. and وبدهم كمان انه الفاينل دي او يكون على الاقل 2 ملي جرام بير ليتر، فهو فعليا هم بدهم يعملوا فحصين، تمام؟ ايوه الفحص الاول بيحكي لك انه لازم يكون فيه لدروب دي او انيشال ناقص دي او فاينل 2، بينما الفحص الثاني لازم يكون فيه دي او فاينل على الاقل 2 ملي جرام على لتر، تمام؟ فبيحكي لك for what range of BOD5 would this dilution produces the desired results. فأعطيني الرينج للBOD بين هذول الفحصين اللي أنا عملتهم. طيب فباجي بروح بطلع البOD للفحص الأول، البOD للفحص الأول اللي هو هذا تاع DO initial ناقص DO final بتساوي 2، فبعوض مباشرة 2 لأنه حاصل فرق بيناتهم 2 على الواحد على 30، تمام؟ وهيك أنا بقدر أحكي إنها هاي عبارة عن 60 ملي جرام على لتر، هذا بالنسبة للحالة الأولى. طب الحالة الثانية إنه يكون الديسولفد أكسجين فاينل 2 ملي جرام على لتر، فباجي بحكي له البي أو دي بيساوي بالحالة الثانية 9 اللي هي الديسولفد أكسجين إنيشالي ناقص 2، وما أعطاني هنا الدروب، لا هو أعطاني القيمة النهائية على 1 على 30. 9 ناقص 2 هي عبارة عن 7 في 30 بتطلع 210،
تمام ملي جرام على لتر. لو حسبتها طبعا على حسبي لازم تطلع معك 210 تمام. فالبي او دي رينج لازم يكون من 60 الى 210 في هذان، يعني في هذان العمليتان تمام اللي عندك، بحيث انه يكون عندهم الفحص تاعهم هم هيك طالبينه انه يكون الرينج تاعه من 60 ل 210 عشان يكون مقبول بناء على الشروط اللي هم اعطوني اياها في السؤال تمام. فاذا بكل بساطه هذا السؤال بيحكي لك اعطاك الديسولفد اكسجين انيشالي، اعطاك حجم الويست ووتر، واعطاك الحجم للعينه فطلعت من خلال الديليوشن فاكتور، وطلعت وعندك الديسولد اكسجين انيشالي، فطلب منك طلع لي البي او دي في حاله كان لدروب 2 ملي جرام على لتر، وطلع لي البي او دي في حال كان الديسولد اكسجين فاينلي 2 ملي جرام على لتر، واحنا طلعناهم واحده طلعت 60 وواحده 210 تمام. طيب وحكينا ايضا عن موضوع انه لازم تكون هنات بيور ووتر، هي هنا حكي لك اياها وقال لك طبعا السبب انه تشير ذات there is an adequate bacteria population to carry out the biodegradation. هي حكي لك نفس ما حكيت لك انا انه عشان يكون عندي كمية بكتيريا كويسة عشان احنا نعمل التحليل للمادة العضوية اللي هو البيودجريديشن تمام. طيب نيجي الان في تطبيق مهم على اللي هو البوتل تاعت البي او دي. طيب البوتل زي ما حكينا جويتها فيها ميكس، معناته البي او دي اللي انا بطلعها لهاي البوتل هي بي او دي للميكس، والفوليوم اللي جويتها هو عبارة عن فوليوم الميكس، وانا شو بضيف لها؟ بضيف لها ويست ووتر وبضيف لها ايضا ديليوشن ووتر. طيب في عندي انا ديليوشن ووتر صح؟ الديليوشن ووتر الها ايضا استهلاك لانه فيها بكتيريا، فايه الها هي فعليا استهلاك خاص فيها اسمه بي او دي ديليوتد، والها فوليوم الها بنسميه الفوليوم ديليوتد ووتر، والويست ووتر نفسها الويست ووتر الها بي او دي ويست ايوه فوليوم ويست. طيب السؤال احنا بدنا البي او دي للويست ووتر، ما بدنا احنا البي او دي للميكس، بدي اعرف الويست ووتر هاي نفسها كم البي او دي لها. فحكى لك هذا الاشي بناء على قانون حفظ الماده اللي اخذناه في البارت الماضي. قانون حفظ الماده قال لك مجموع عدد المولات الانيشالي او اللي بتدخل هي نفسه عدد المولات في هذا السيستم. طب عدد المولات هو بيساوي ايش؟ تركيز في فوليوم. يعني معناه هذا الكلام انه تركيز او البي او دي طبعا هو عباره عن تركيز اللي هو التركيز المستهلك للاكسجين تمام. فالبي او دي للويست ضرب الفوليوم للويست زائد البي او دي للديليوت ضرب فوليوم الديليوت راح يعطيك ايش؟ البي او دي للميكس في فوليوم الميكس. هذا بناء على قانون حفظ الماده، فخلينا نجي نطبقه. البي او دي للويست في فوليوم الويست زائد البي او دي للديليوتد في فوليوم الديليوتد بيساوي البي او دي للميكس في فوليوم الميكس. طيب انا بدي هاي البي او دي للويست. طيب ممكن انت تحكي لي قبل ما بدك هاي، ايوه انت طلعت البي او دي للميكس صح؟ طب البي او دي للديليوتد كيف اطلعها؟ بحكي لك جيب عينه مي كلياتها تكون ديليوتد ووتر، حط يعني جيب ديليوتد ووتر ب 300 مل اللي هن البوتل، حطهن واعمل لهم فحص بي او دي، بعد خمس ايام ارجع وخذ القراءه للديسولد اكسجين فاينلي. هيك جبت البي او دي للديليوتد ووتر، يعني عادي الموضوع الديليوتد ووتر بسيط، بس مين اللي مش بسيط؟ مين اللي ما بقدر اعرفه بعد خمس ايام؟ البي او دي للويست. ايوه ما بقدر اخليها لمده خمس ايام لانه هي راح تستهلك الاكسجين قبل الخمس ايام، فبالتالي الفحص عندي راح يفشل، فبالتالي البي او دي للويست الحل إلها انه اجيب البي او دي للديليوتد ووتر والبي او دي للميكس بعدين اقدر اطلعها منهم تمام. فبقدر هسه الان اجي اطلع البي او دي للويست تمام. طب بكل بساطه خلي البي او دي للويست موضوع القانون، البي او دي للويست راح تساوي البي او دي للميكس في فوليوم الميكس زائد او ناقص عفوا البي او دي للديليوتد في فوليوم الديليوتد، واقسم كل المعادله على فوليوم الويست، هاي على فوليوم الويست وهاي على فوليوم الويست. طيب فوليوم الميكس على فوليوم الويست هي عباره عن مقلوب البي صح ولا لا؟ لو رجعنا للبي هي كانت عباره عن فوليوم الويست على فوليوم الميكس. احنا هنا مثلا بهذا المثال حكيناها سابقا انه فوليوم البي هي عباره عن فوليوم الويست على فوليوم الميكس، فبالتالي هاي مقلوبها، يعني هاي بقدر اشيلها، خلينا نشيلها هاي ونحط مكانها واحد على بي. حلو حلو. طيب فباجي بحكي لك هاي واحد على بي تمام. طيب بالنسبه للبي او دي ديليوتد، ايوه هاي ما فيش عليها عادي، حكينا لك انه بتقدر تجيب البي او دي ديليوتد انه عن طريق الديسولد اكسجين انيشالي للديليوتد ووتر ناقص الديسولد اكسجين فاينل للديليوتد ووتر، وبتعمل لها فحص زيها زي الميكس تمام. طيب بالنسبه للفي ديليوتد على الفي
ويست ووتر، هذول هيك ما لهم علاقه ببعض. طب فبقدر اربطهم عن طريق انه الفي دريوتد، الفوليوم للدريوتد ووتر، ايوه هو ايش بيساوي؟ فوليوم الميكس ناقص فوليوم الويست ووتر، صح ولا لا؟ ما هو اصلا الفوليوم للويست زائد الفوليوم الدريوتد بيساوي فوليوم الميكس، فبتقدر تحكي فوليوم الدريوتد بيساوي فوليوم الميكس ناقص فوليوم الويست، تمام؟ وعوضها هناك، خلينا نيجي نعوضها هون، ايوه فنيجي هاي نشيلها ونيجي نعوض. طيب خلينا نيجي نعوض الان انه نحكي لك هون فوليوم الميكس ناقص فوليوم الويست. طيب نيجي لهذا القوس، هذا القوس لو ضبطناه ايوه راح يطلع عندنا ايش؟ انه فوليوم الميكس فوليوم الميكس على فوليوم الويست ناقص فوليوم الويست على فوليوم الويست، صح؟ طيب فوليوم الميكس على فوليوم الويست هاي نوزع احنا طبعا البسط على المقام، فباجي بحكي له فوليوم الميكس على فوليوم الويست هي 1 على بي، تمام؟ ناقص فوليوم الويست على فوليوم الويست يعني 1، تمام؟ في ايش؟ في بي او دي دريوتد، وهاي هون ننزل هذول زي ما هن، بي او دي للميكس 1 على بي بتساوي طبعا البي او دي للويست. هيك انت قدرت تجيب البي او دي للويست. بنقدر هاي نظبطها اكثر، ايوه، ونظبط المعادله اكثر ونقول انها 1 على بي في البي او دي للميكس. خلينا نيجي نحطه، هو عباره عن ديسولد اكسجين انيشال ناقص ديسولد اكسجين فاينل لمين؟ للميكس، تمام؟ تمام. ناقص البي او دي للدريوتد هو عباره عن الانيشال ديسولد اكسجين للدريوتد برمزوا له بالرمز بي initially، ناقص الفاينل ديسولد اكسجين للدريوتد اللي هو بعد 5 ايام، ايوه البي فاينلي، طبعا مضروب في 1 ناقص البي، كله هذا القوس هيك بنسكره. طبعا هاي الواحد على بي اخذناها عامل مشترك بعد ما زبطنا المعادلات، تمام؟ فانت طبعا هاي المعادله بتجيك جاهزه في الامتحان ولا بحاجه انك تحفظ فيها اي شيء، بتجيك هيك بهذا الشكل، تمام؟ طيب الآن هيك بنكون تعرفنا طبعاً على كيفية إيجاد الـ BOD للويست ووتر اللي هي كمية الأكسجين المستهلكة في الويست ووتر نتيجة البكتيريا، تمام؟ طيب نيجي الآن للموضوع التالي وهو عبارة عن الـ BOD modeling، أيوة إنه كيف أنا أعمل معادلة، أيوة من خلالها أقدر أجيب الـ BOD after any time، تمام؟ أيوة وهذا الموضوع بسيط، بكل بساطة إحنا بنعرف سابقاً، أيوة أو يعني أخذنا سابقاً اللي هو الـ first order kinetic، صح؟ وقلنا طبعاً بكل بساطة إنه الرسمة هيك كانت، أيوة على شكل exponentially. طيب أنا هنا نفس الكلام بدي أحكي إنه أنا عندي الـ first order اللي هي كانت زمان هي C بتساوي C not في يقوى ما نصل كيف التايم، صح؟ أنا بدي أبدل الـ C وسميها L، تمام؟ L after any time شو بتساوي؟ L not في E قوى minus K في التايم، تمام؟ طيب بالنسبة للL، أيوة هاي الL معناها الريمينينج بي او دي، او بكل بساطه هي عباره عن تراكيز الاكسجين اللي لسه ما تم استهلاكها، تمام؟ اذا تراكيز الاكسجين اللي ما تم استهلاكها يعني الموجوده، فاذا هي تراكيز الاكسجين الموجوده او بكل بساطه ما تم استهلاكها، طيب وبسموها بالانجلش بيحكوا عنها ريمينينج BOD، يعني الـ BOD اللي ظل اللي لسه ما استهلكناه، تمام؟ طب بينما الـ L note، الـ L note بسموها الـ initial، أيوة يعني أول concentration لمين؟ لا تر يعني الـ initial concentration لا التراكيز الأكسجين اللي إحنا هذا أكبر حد يعني إحنا بنقدر نستهلكه، تمام؟ فيعني على الرسم هاي راح تشوف الـ L note هون، تمام؟ وهذا الكيرف راح يمثل لك الـ LT، تمام؟ وطبعا هاي هون النقطة هون انه بس تيجي تثبت الـ LT، يعني هاي الـ LT after long time. طيب هسا الفكرة وين؟ انه الـ L note هي عبارة عن اعلى تركيز انا بقدر استهلكه، تمام؟ ما هو انت ما بتقدر تستهلك اعلى من الموجود، صح ولا لا؟ والـ L note هي عبارة عن الكمية الاكسجين الموجودة ابتدائيا، وهي نفسها اعلى كمية اكسجين انت بتقدر تستهلكها، فبكل بساطة راح يسموها ايش؟ الـ Ultimate BOD، يعني اعلى بي او دي انت بتقدر تستهلكه هي ايش؟ ال نوت. طيب بكل بساطه رسمه البي او دي، لو بدي اجي ارسم البي او دي مع التايم، البي او دي مع التايم راح ارسمه عكس اللي هو ال تي، لانه التركيز اللي موجود قاعد بقل، طب البي او دي هو عباره عن استهلاك والاستهلاك قاعد بزيد، فراح تلاقي رسمه البي او دي بهذا الشكل، تمام؟ طيب فاي رسمه البي او دي. طيب احنا عرفنا رسمة الـ BOD، وهاي لاحظ من رسمة الـ BOD انه after long time ايوه الـ BOD بصير نفسه الـ note،
يعني ال نوت بتساوي ال بي او دي افتر لونج تايم، واللي هي نفسها اعلى قيمه بي او دي اللي هي الالتيميت بي او دي، تمام؟ فهي نفسها الالتيميت بي او دي. طيب هسه شو العلاقه بين ال نوت والال تي والبي او دي؟ تعال نشوف، بسيط الموضوع. لو اخذنا مثلا هاي النقطه، هاي النقطه مثلا، لو اخذنا هاي النقطه تمام، بدنا ناخذ هذا الخط. طيب بكل بساطه، ايوه بالنسبه انت الك اول شغله اللي هو ال تي، ال تي وين قيمتها؟ هي هون، تمام. طيب بالنسبه للبي او دي، البي او دي هي قيمتها هون. طيب هاي قيمه البي او دي، تمام. طيب هاي هاي القيمه شايفها، هي راح تكون نفسها، هاي القيمه هي نفسها الموجوده هون، تمام. يعني هاي المسافه وهاي المسافه متساويات، يعني هاي ال تي واي اللي فوق راح تكون يعني نفس المسافه اللي هي ال تي. فبالتالي بناء على هذا الكلام شو حكوا لك؟ انه ال نوت اللي هي الالتيميت بي او دي هي بكل بساطه فكر فيها منطقيا، هي عباره عن كميه الاكسجين المستهلكه زائد كميه الاكسجين الباقيه، صح ولا لا؟ فبالتالي صار عندك يعني بدون رسم تقدر تفهمها انه ال نوت هي عباره عن كميه الاكسجين المستهلك اللي هي البي او دي افتر اني تايم زائد كميه الاكسجين الباقي اللي هي ال افتر اني تايم. اذا ال اللي هي عباره عن الريميننج بي او دي، تمام تمام. طيب فبناء على هذا الكلام حكى لك البي او دي ايوه افتر اني تايم شو بتساوي؟ ودي هاي على الجهه الثانيه، ال نوت ناقص ال تي. طب ال تي ما احنا تونا حكينا هي عباره عن ال نوت في اي قوه ماينس الكيف الدي، الكيف التي، تمام. ال نوت في قوه ماينس الكيف التي، خذ ال نوت عامل مشترك، بتصفي عندك المعادله بهذا الشكل، انه البي او دي افتر اني تايم بيساوي الالتيميت بي او دي في 1 ماينس الاي قوه ماينس كي دي في التايم. الكي دي هو عباره عن الرياكشن ريت كونستانت او البي او دي رياكشن ريت كونستانت، تمام. فاذا هو عباره عن ريت لا التفاعل اللي عندي، وحده قياسه طبعا واحد على التايم، لانه هون احنا بنشتغل اصلا فيرست اوردر، تمام. ولاحظ هي هون بحكي لك هذول الكيرفين، في عندك هذا الكيرف، هذا الكيرف بيمثل لك الاورجانيك ماتر الاوكسيدايزد او الاورجانيك ماتر اللي استهلكت اكسجين، وهذا الكيرف بيمثل لك الاورجانيك ماتر الريميننج، تمام. الريميننج بي او دي اللي هو الاورجانيك ماتر المتبقيه اللي لسه ما تم استهلاكها. ال نوت هو عباره عن الالتيميت بي او دي اللي هي اكبر كميه من الاورجانيك ماتر اللي بتستهلك الاكسجين، تمام تمام تمام. طيب فإذا احنا عرفنا شو معنى هاي المصطلحات، ال نوت هو عبارة عن الالتيميت بي او دي زي ما حكينا، ال تي هي عبارة عن كمية المواد اللي بتستهلك الاكسجين عندي او كمية الاورجانيك ماتر اللي لسه متبقية، بينما البي او دي هو عبارة عن كمية الاكسجين اللي تم استهلاكها بواسطة الاورجانيك ماتر، تمام. ملاحظة مهمة، ال نوت لا تساوي ابدا الديسولفد اكسجين انيشال، ال نوت بتمثل لك كميه الاورجانيك ماتر اللي بدها تستهلك الاكسجين، يعني اعلى كميه من الاورجانيك ماتر اللي راح تستهلك لي اكسجين، تمام. ايوه مش معناها انها هي التركيز الابتدائي للاكسجين، لا، يعني المعاني مختلفه، تمام. فال نوت ما إلها علاقه بتركيز الاكسجين، وانما هي إلها علاقه بكميات الاورجانيك ماتر اللي راح تستهلك الاكسجين، وهي اعلى كميه من الاورجانيك ماتر اللي راح تستهلك الاكسجين عندك، اللي هي الاورجانيك ماتر الموجوده من البدايه اصلا، تمام. لان الاورجانيك ماتر مع الزمن بيتم تحللها، بيتم استهلاكها، تمام. فبالتالي البي او دي طبعا البي او دي طبعا بيزداد مع الزمن نتيجه انه ايش، قدره البكتيريا عندك طبعا ايش، بتستهلك اكسجين عشان ايش، تحلل هاي الاورجانيك ماتر، فالاورجانيك ماتر عندك بتقل. بينما ال تي هو عباره يعني بيمثل لك بكل بساطه زي ما حكينا اللي هو كميه المواد المستهلكه للاكسجين اللي لسه ما تم تحللها، تمام، او كميات الاكسجين اللي لسه ما تم استهلاكها، تمام، يعني بنفس المعنى، ماشي. فاهم شيء تفهم انه ال نوت مش نفس الديسولفد اكسجين انيشالي، وانما هذا الموضوع مختلف تماما، وانما هي الالتيميت بي او دي، تمام. طيب هيك احنا بنكون كملنا كل شيء بخص البي او دي، وخلينا نيجي ناخذ اخر فكره انه بالنسبه للكي. هسه بحكي لك الكي هاي غالبا الفحص البي او دي بيتم على درجه حراره 20 درجه سيليسيوس، فلو طلب منك طبعا البي او دي عند درجه حراره مختلفه لازم تروح تجيب الكي عند درجه حراره مختلفه عن طريق المعادله هاي، وهي المعادله اخذناها سابقا يوم حكينا كي 2 على كي 1 بتساوي الثيتا اللي هو الثيرمال او التمبريتشر كوفيشنت في تي 2 ناقص تي 1، قوه تي 2 ناقص تي 1، وهيك بقدر اربط بين
بين الكي ودرجة الحرارة. فلو غير لك درجة الحرارة راح تتغير الكي عندك. تمام؟ تمام. طيب نيجي نأخذ هذا المثال على السريع. بحكي لك the dilution factor P for an unseeded mixture of waste and water is 0.03. فإذا the dilution factor إيش أعطاك يا P بتساوي 0.03 ل خليط من ال waste and water. تمام؟ في عندك waste water, في عندك dilution water. تمام؟ طيب the DO of the mixture is initially كان 9. فإذا ال DO initially لهذا الخليط كم كان؟ 9 ملغرام على لتر. And after 5 days it has dropped to 3 ملغرام على لتر. إذا بعد 5 أيام تم يعني تنقيصه, dropped يعني أو نقص إلى قديش؟ 3 ملغرام على لتر. إذا هاي ال DO final. تمام؟ اللي هي 3 ملي جرام على لتر. لاحظ انه هنا قال لك دروب 2, ما حكى لك انه يعني 3 ملي جرام دروب ان دي او, لا تختلف. تمام؟ يوم يحكي لك 3 ملي جرام دروب ان دي او يعني هو الدي او صار في نقصان بمقدار 3 ملي جرام, اما بينما انه يوم يحكي لك دروب 2 يعني نقص الى يعني وصل لحد 3 ملي جرام بير لتر وهي ديسولفد اكسجين فاينلي. فانتبه للالفاظ. تمام؟ ذا رياكشن ريت كونستانت reaction rate constant K has been found to be 0.22 per day. فإذا الK عندك هي عبارة عن 0.22 لكل يوم. تمام؟ بطلب منك أول شيء what is the 5 BOD of wastewater. بكل بساطة ال 5 BOD طبق على القانون مباشرة, بحكي لك ال BOD 5 هو عبارة عن dissolved oxygen initial ناقص dissolved oxygen بعد 5 أيام, وهيو أعطاك إياه هيو هذا وهذا على ال P. فطبق مباشرة 9 ناقص 3 على ال P اللي هي 0.03. طلع الإجابة اللي عندك, خلينا نجي نطلعها على السريع. إذا هي عبارة عن 6 على 0.03 بطلع معك الجواب 200. فإذا هنا 200 ملي جرام على لتر, فكمية الأكسجين ديماند اللي عندي هي عبارة عن 200 ملي جرام على لتر بعد 5 أيام. طيب what would be the ultimate carbonaceous BOD؟ الـ ultimate carbonaceous BOD اللي هو نفسه الـ ultimate BOD اللي هي الـ L not. تمام؟ فإذا هون احنا بنحكي عن الـ L not. الـ L not عشان أطلعها من وين بدي أطلعها؟ أنا عندي الـ BOD بعد 5 أيام صح؟ بقدر أطلعها منها, بقدر أجي أحكي إنه الـ BOD بعد 5 أيام بتساوي الـ L not في 1 ناقص الـ E قوة ماينس الـ K في التايم. طيب الـ BOD بعد 5 أيام عندي 200 بتساوي الـ L not في 1 ناقص الـ E قوة ماينس الـ K عندي 0.22 per day والتايم هو 5 day, ما هي الـ BOD عند 5 أيام. طيب وهيك أنت بتقدر تطلع الـ L not. تمام؟ فالـ L not رح تصفي عندك لو إجينا طلعناها. طبعا الـ L not أكيد لازم تطلع أكبر من الـ BOD بعد 5 أيام لأنها هي الـ ultimate. تمام؟ أكبر قيمة من الـ BOD عندي. طيب لو إجينا طلعناها خلينا نجي نعوضها, ضرب 5 رح يطلع معي الجواب 300 تقريبا, 300 ملي جرام على لتر تقريبا بتطلع هالقد. طيب آخر سؤال what would be the remaining oxygen demand after 5 days. فأعطينا الـ remaining oxygen demand يعني بده الـ LT بعد 5 أيام, يعني بده الـ L بعد 5 أيام اللي هي شو بتساوي الـ L not ناقص الـ BOD بعد 5 أيام, وانت عندك الـ BOD طبعا بعد 5 أيام اللي هو 200. فبتيجي تحكي 300 ناقص 200 بعطيك 100 ملي جرام على لتر. تمام؟ وهيك احنا بنكون انهينا حل السؤال. اتمنى يكون السؤال واضح وبسيط. طيب ضر علينا شوية شغلات في هذا الشابتر خلينا ندرسهم على السريع, اللي هن النيتروجين أكسيديشن. حكينا احنا عن النيتريفاينج بكتيريا اللي بتظهر بعد 6-7 ايام بتظهر عندي, وبالتالي بصير عندك عملية نيتريفيكيشن. عملية النيتريفيكيشن اللي بتصير عندك ايوة بتقوم باستهلاك الأكسجين. طيب عملية النيتريفيكيشن هي عبارة انه انا عندي بصير عندي امونيا, الامونيا اللي جوا المي بتتفاعل مع الاكسجين بتكون لك NO2- مع 2H+ مع 2H2O. طيب بالنسبة لل 2NO2- هذا ال NO2- شو بروح بتفاعل؟ برد بيستهلك اكسجين, يعني انت استهلكت هون 3 مولات من الاكسجين بترد هون تستهلك لك مول من الاكسجين. تمام؟ ايوه. فهاي ال NO2- بترد تستهلك اكسجين وبتكون لك ال NO3, وال NO3 زي ما حكينا عنه سابقا هو عبارة عن stable compound. تمام؟ أيوة نتج من الـ aerobic condition حكينا عنها سابقا. طيب فبالتالي الـ nitrification بكل بساطة انه عندك أمونيا بتستهلك الأكسجين والـ NO2 هاي بترد تستهلك الأكسجين عندي. تمام؟ تمام. طيب عملية النيتريفيكيشن طبعا بتأدي إلى زيادة الـ BOD صح؟ لأنها راح تستهلك بشكل أكبر. فبالتالي حكالك إنه والله راح نقسم الـ BOD هسه لـ CBOD و NBOD, يعني راح يصير عندي نوعين من الـ BOD.
تمام. البي او دي اذا راح ينقسم الى نوعين، البي او دي عندي توتال، اذا عند البي او دي توتال راح يكون عباره عن حاصل جمع استهلاك البي او دي نتيجه الكربونيك يوس بكتيريا اللي هي السي بي او دي واللي حكينا عنها سابقا اللي هي بتتفاعل مع الاورجانيك ماتر، وفي عندي النيتريفيكيشن سموه ان بي او دي. طيب هذول الاثنين بالوضع الطبيعي يوم تكون المي ان تريتد water أو untreated waste water، تمام، بالوضع الطبيعي بكون عندك الكيرفي هذا الشكل. أول شيء لعند اليوم الخامس بظله CBOD، بس بظل عندك موجود CBOD. طبعا بعد اليوم الخامس أيوة طبعا هذا هيك بكون ككيرف CBOD بظله هيك مستمر، ولكن بعد اليوم الخامس إيش بصير؟ هذا باليوم الخامس، بعد اليوم الخامس مثلا باليوم السابع ببلش يظهر عندك مين؟ الـ NBOD، تمام؟ الـ NBOD. فلو بدنا نيجي نحن نحط التوتال BOD نرسمه، التوتال BOD رح يكون يظله ماشي بالبداية على CBOD، بعدين رح يبلش يطلع ويزداد، لأنه التوتال BOD رح يمثل حاصل جمع هذول الاثنين، CBOD زائد الـ NBOD، تمام؟ الاستهلاك نتيجة النيتريفيكيشن ونتيجة الكربونيكيوس. فالبي او دي توتال راح يمثل لك الاستهلاك نتيجة السي بي او دي اللي هي البكتيريا اللي راحت حللت الاورجانيك ماتر، والان بي او دي اللي هي عمليات النيتريفيكيشن. ولكن احنا فعليا غالبا بندرس بس السي بي او دي اللي هو نفسه البي او دي العادي اللي درسناه سابقا، تمام. فبالغالب يعني هاي السي بيشيلوها، البي او دي العادي نفسه السي بي او دي، تمام تمام. فإذا هاي في حالة الـ untreated water. طب لو كانت المي treated، لو كانت المي معالجة، لو كانت المي معالجة بدك تفهم شغلة إنه الـ NBOD nitrification رح يظهر مع بداية ظهور الـ CBOD، يعني الاثنين رح يظهرن سوا، رح يبلشن سوا، فرح تكون الرسمة عندك بهذا الشكل، هذا الـ CBOD طلع والـ NBOD رح يطلع معه، فهذا الـ CBOD وهذا الـ NBOD، ورح يكون عندك طبعا الـ BOD total هيو، تمام؟ فهاي المعلومة اللي بدي اياك تفهمها انه بحالة الـ treated water والله بيظهرن سوا بنفس الوقت same time، بينما بالـ untreated water بيظهرن مع تفاوت في الفترة الزمنية، يعني الـ NBOD بيظهر بعد 7 ايام، CBOD بيظهر من البداية، تمام؟ طيب فهيك احنا بنكون فهمنا اللي هو عمليات النيتريفيكيشن ومتى بتظهر النيتريفاينج بكتيريا. طبعا بالنسبه للنيتريفيكيشن ايوه عملوا له موديل كمان زيه زي البي او دي السابق اللي عملنا له اللي هو نفسه السي بي او دي، يعني البي او دي السابق هذا اللي حكينا عنه هون ايوه هذا هو نفسه السي بي او دي، تمام ايوه. فهم عملوا موديل ايضا لمين؟ للنيتريفيكيشن، عملوا للان بي او دي، سموا الان بي او دي، قال لك هو نفسه الان نوت في واحد ناقص الاي قوى ماينس الكي دي في تايم. هون الان نوت هاي عباره عن الالتيميت بي او دي لمين؟ للنيتريفيكيشن، للنيتريفاينج بكتيريا، يعني اعلى كميه موجوده عندك من مستهلك من مستهلكات او اللي بيعمل النيتريفيكيشن، تمام. هاي هي الان نوت اللي اذا هي الالتيميت نيتريفيكيشن بي او دي، بينما الكي ان دي هي عبارة عن نيتريفيكيشن ريت كونستانت، فيسمى لك إياه نيتريفيكيشن ريت كونستانت ويقاس بوحدة الواحد على التايم، تمام؟ تمام. طيب فإذا طبعا هذا هو الـ NBOD، ولو بدك تحسب الـ BOD total هو عبارة عن الـ CBOD اللي درسناه سابقا زائد الـ NBOD. طبعا بالغالب الأسئلة يعني ما بتيجي على هذا الموضوع، يعني نادر تأتيجي أسئلة على الـ NBOD، وإنما كلها الأسئلة بتكون مباشرة على موضوع الـ BOD وكيف تتعامل مع القوانين السابقة اللي درسناها، تمام؟ ولكن المهم تعرف إنه عملية النيتريفيكيشن متى بتظهر؟ في حالة الـ treated water، في حالة الـ untreated. في حالة الـ treated بتظهر مع الكربونيكيوس بكتيريا بنفس الوقت، بينما في حالة الـ untreated بتظهر بعديها فترة زمنية اللي هي 7-5 أيام إلى آخره، تمام؟ تمام. فإذا نحن عرفنا متى بتظهر، متى بيظهرن سوا ومتى ما بيظهرن سوا. بيظهرن سوا في حالة التريتد، متى ما بيظهرن سوا في حالة الـ untreated waste water. طيب نيجي الآن ظل عندنا آخر فحص واللي هو السي او دي، وهذا طبعا ما عليه حسابات وانما مجرد كلام يعني خفيف لطيف. فاذا احنا درسنا البي او دي، فهمنا شو هو البي او دي، اخذنا قانونين للبي او دي اللي هو البي او دي 5 اللي هو عباره عن ديسولد اكسجين انيشالي ناقص الفاينالي على البي اللي هي ديليوشن فاكتور، وعملنا له موديلنج وقلنا انه البي او دي بيساوي ال نوت في 1 ماينس الاي قوى ماينس الكي دي في التايم، تمام تمام. طب نيجي هسه للسي او دي. السي او دي من اسمه سي يعني كيميكال اكسجين ديماند، تمام. فاذا انا هنا راح اقيس الاكسجين ديماند الناتج عن التفاعلات الكيميائيه، اكسجين ديماند. طيب بالنسبه للكيميكال اكسجين ديماند
هو عبارة عن المواد اللي بتستهلك أو التفاعلات اللي بتستهلك الأكسجين نتيجة طبعا التفاعلات الكيميائية. ففي عندي مواد كيميائية بتتفاعل مع الأكسجين زي الجلوكوز سابقا حكينا عنه، أيوة بتتفاعل مع الأكسجين فبالتالي بيستهلك الأكسجين، فأنا بدي أعرف هاي المواد الكيميائية كم مقدار استهلاكها للأكسجين. طيب سابقا طبعا حكينا عن البي او دي، ملاحظه مهمه انه فحص بيطول كثير، بينما السي او دي لا هو كفحص فعليا ما باخذ كثير، وانما هو فاست اناليسيس بسموه، وفاست اناليسيس سموه لانه اصلا باخذ بس ساعتين، يعني غالبا بتلاقي هذا الفحص بساعتين احنا بنكون مخلصينه، تمام؟ طيب بالنسبه للسي او دي في موضوع مهم عليه، وانه هو بقيس لك الاكسجين ديماندنج، ايوه يعني كميات الاكسجين المستهلكه، ايوه ولكن ما بيميز بين البايوديجريدبل والنون بايوديجريدبل، يعني هو بيقيس لك الاكسجين كميات الاكسجين المستهلكه، تمام؟ ولكن ما بيميز اذا انها كانت والله كميات اكسجين مستهلكه نتيجه والله بكتيريا، ولا كميات اكسجين مستهلكه نتيجه تفاعلات كيميائيه، يعني هو بقيس الاثنين سوا، تمام؟ ايوه فهو بيجمع بيناتهم، فايو قال لك does not distinguish between the biodegradable and non-biodegradable للorganic matter. مو الorganic matter ممكن احيانا تكون تحللها حيوي، وممكن يكون احيانا تحللها ايش؟ كيميائي non-biodegradable، تمام؟ فهو ما بيميز بين هذا الموضوع، فبالتالي هو بيقيس ذاك الاكسجين demand ايوه للكل، تمام؟ وطبعا هو فحص سريع، بالاضافه الى انه طبعا بقول لك من الامثله يعني على المواد اللي بيتم استهلاك الاكسجين نتيجه التفاعلات الكيميائيه لها K2Cr2O7، وايضا في عندك KMnO4، وهذول المادتين يعني مش مطلوب حفظهم، ولكن مهم تعرف انه هذا الفحص سريع اسرع من البي او دي بكثير، ايوه غالبا ساعتين باخذ، وايضا ما بميز بين البيودجريدبل والنن بيودجريدبل. طبيعي هو ما دام ما بميز احنا شو بنستفيد منه؟ بحكي لك فائدته بتيجي يوم ما يكون عندك اصلا بكتيريا في المي. طب متى ما بكون عندك بكتيريا في المي؟ يوم يكون في عندك توكسيك ميتالز، ايوه، او توكسيك ماتيريال. التوكسيك ماتيريال المواد السامه راح تروح تقضي على البكتيريا، فحكى لك هيو يوم يكون في عندك هون بريزنس اوف توكسيك كيميكال زي الكلور، هاي المواد بتقضي على البكتيريا، بتموت البكتيريا. ففعليا البي او دي يوم يكون في عندك بريزنس of toxic chemicals هذا بصير invalid. ليش invalid؟ لأنه ما في بكتيريا أصلاً تستهلك، فكيف البي او دي بده يشتغل عندك؟ ما راح يشتغل، تمام؟ بينما مين اللي بيشتغل؟ السي او دي، لأنه هو هذا مسؤول عن قياس الكيميكال. فلو كان في عندك استهلاك للأكسجين وما في عندك بكتيريا، معناته اكيد استهلاك الاكسجين بده يكون نتيجه الكيميكلز، صح ولا لا؟ اللي هن المواد الكيميائيه. وهيك انت بتكون عرفت من وين اجى استهلاك الاكسجين في حال وجود عندك توكسيك ميتلز او توكسيك كيميكلز في المياه اللي بدك تفحص لها تراكيز الاكسجين. فاذا بكل بساطه السي او دي تكمن اهميته يوم يكون في عندك توكسيك كيميكلز اللي هن زي الكلور. الكلور طبعا ماده معقمه يعني للمياه اصلا، بتقتل البكتيريا، فبالتالي البي او دي ما راح يشتغل. يعني لو كان في عندك استهلاك للاكسجين جوا هاي المي، البي او دي ما راح يشتغل. مين اللي راح يشتغل؟ السي او دي، تمام؟ وهيك احنا بنكون كملنا هذا الشابتر، اتمنى تكون فاهم كل هذا الشابتر، والشابتر ان شاء الله يكون حلو وسهل وبسيط. اهم اشي تفهم انه انا بالنسبة لي الحسابات او الاسئلة الحسابية بتيجي هون على البي او دي، بدك تعرف انه البي او دي 5 هو عبارة عن ديسولد اوكسجين انيشالي ناقص ديسولد اوكسجين فاينالي، يعني بعد 5 ايام على البي. ايضا البي او دي افتر اني تايم بيساوي الالتيميت بي او دي الال نوت في 1 ماينس الايكو ماينس كي في تايم، بالاضافة لقانون البي او دي تاع الويست ووتر، وهذا قانون يعني طويل شوي بيجي معك في الامتحان تعرف كيف تستعمل هاي القوانين كلياتها. أتمنى يكون الشرح عجبك، وأتمنى يكون الشرح كافي ووافي، وشكرا على المشاهدة، وأتمنى يعني التوفيق لكم جميعا، ولا تنسى تشترك في القناة، تحط لنا لايك، أيضا فعل الجرس يعني خليه عشان يتوصلك فيديوهاتنا، تمام؟ وحط لنا تعليقات مرتبة، وشير الفيديو مع أصحابك، والله يعطيكم ألف عافية، وأتمنى لكم التوفيق. أترككم في أمان الله أعزائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.